البنت اللي بتغير تبقى مش واثقه في نفسها. وانا اصلا ما بحبش موضوع الغيره ده لانه بصراحه خنقه. خنقه؟ انا خنقه عشان بس بسالك رايح فين وجاي منين وبترجع الساعه كام وتكلمني قبل ما تنزل وتكلمني اول ما تروح وبتقابل مين صدفه ومين بيكلمك في التليفون وما بتردش على مين وبترد على مين؟ ومين فينا اللي هيرد؟ ايه يا بلبل مالك؟ بلبل مبلول. بلبل مبلول، بلبل اللي عمره ما اتبل في حياته، انت بلتيه. وبقول لك ايه؟ بمناسبة بقى نخرج مع مين ونيجي مع مين ونروح مع مين والكلام الفاضي اللي انت قلتيه ده، النهارده عيد ميلاد علاء، وهنخرج نحتفل بيه في اي مكان بره، هتيجي معانا ولا مش هتيجي معانا؟ انت عارف ان انا ما بحبش اخرج مع ناس. مش فاهم ايه الانطوائية اللي انت فيها دي؟ يعني عشان نخرج ننعزل كلنا على العالم؟ ايه هلا في ايه؟ بقول لك ايه؟ وحياء هلا انا تعبت. بجد تعبت.